اي تمس مسلم شو خنا غفوم مرحبا سجوم عن غلوغ ميس انوس ابداني سنة ثلاث درس سوطة مرتنا الزاير تونجين في 59 العيد انت منون ديمكراس الى ان يتوافق السن 5 جويليان اش اسوكاس او تونجيمت الى سدارن ديس ميدن الزاير الملاحم ضل البطولات نرجع زن زعلاك الى نبين تيل اللي سومشوم الى نقيم 132 نيسوكاسن من سجاديسن ايلو الاشكال التعذيب الا تبدا كتسي يتقراو لا تيم قرانين ديال القرن فايت سنة التمروين من يتنجم اتقارغ ميدن في ميدن الجرائم اتتسنديس في ميدن الجرائم ضد الظلم من يبين تيل اللي شمرن ازمول للنصر ضد ونجيمت سون المناسبة يطرح مسوس لوين تقدو دماس عبد المجيد تبون ديامشان نوم حروس في الارواح نوم حراس انتقراو لا تنبارشت دفر ما يبد في تسشانت نيغالن انتقدو تيل انتسجايس تحيت نشرف من يسرس سلوي انتقدو دا الى نيتوغي دس ازعلاك نمسجر دي الدولة دل جيش يسرس سيقن البوكين النوار سات نوم شان تونجيم تيسدر ام حروس انتقراو لا تنبارشت من يعزم تسريتنا الفاتحة دا ترحم في الارواح نصن إن برش أمو ماشي جباس لوين تقدو دا ماس عبد المجيد تبون فود الشن وزمول نتون جيم دي الساحة نوم حروس بو جمع حمار دي تملغيخت سمو نسابة نتون جيم تنورن سيادة تغنوت من ينتدى سدر نتضحيات المنفيين إتزاريين غلط موران جوج دي إمار نمشو من فرنسا دي إتزاير جارس وقاس 1830 1962 المراسيم من الشن لين عرديسن أسوي نسقام الأمة صالح كوجيل دوسلوي نسقام أدستوري كمال فنيج دون غلاف مزور أيمن بن عبد الرحمن دوسلوي الأركان الجيش أغنى والميدان الفريق سعيد شنقريحة دوم سيجور نديوان تسلويت انتقدوت نور الدين بغداد الدايج أمور نياس المستشار نسلوي انتقدو ديتو كلفن سالأرشيف أغنى ودزمام نتونجيم تا عبد المجيد شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. سيد الرئيس، تقفون اليوم ويقف معكم الشعب الجزائري عن بكرة أبيه ولأول مرة منذ استرجاع السيادة الوطنية وقفة عرفان ووفاء لطالما ذكرتموها لي
سيد الرئيس، ولطالما راودتكم والدموع في عينيكم، ولطالما راودت أبناء هذه الأمة الصادقين الأوفياء. نقف جميعا لنحيي الشهامة والإباء والبطولة والتفاني في الدفاع عن الوطن. نقف لأبنائنا أبناء الجزائر الذين وقفوا في وجه العدوان الفرنسي طيلة القرن التاسع عشر وبعده، والذين لم يسعفهم الحظ بالنصر، بل وقعوا بين أيدي البطش والظلم واقتلعوا اقتلاعا من وطنهم وذويهم بكل وحشية وبدون مراعاة لأي مشاعر إنسانية، وقذف بهم إلى أقاصي الأرض وعلى بعد آلاف الكيلومترات وفي أمصار لا يعرفونها ولا يملكون أي عدة للعيش فيها. إنها وقفة للمثل العليا والأخلاق السامية التي جعلت بعضا من أبناء هذه الأمة يقذف بهم عبر المحيطات والبحار ويجتثون من أرضهم لا لشيء سوى أنهم أحبوا وطنهم في أرقى ما يصل إليه حب الوطن وأزهى ما تخفق له القلوب، الذود عن الحمى والحرمات والدفاع المستميت عن الوطن والعقيدة وكل ما يميز الشعب الجزائري من أرض صولة الصائل. رحلوا والوطن في قلوبهم وفي أعناقهم وعلى عاتقهم، والألم يعصرهم والقلب منهم يدمي والعين منهم تدمع والحسرة منهم تخنق الأنفاس، وسارت بهم السفن إلى آفاق مجهولة في أفواج رهيبة لم تنقطع طيلة زهاء قرن كامل، أي منذ 1837 إلى أواخر الأربعينات من القرن العشرين، إذ كانت الأفواج الأولى قد وجهت إلى جزيرة مارغريت قبالة مدينة كارن الفرنسية في المتوسط، ثم إلى جزر كاليدونيا وكيان وغيرها من الأقطار، ولكل فوج قصة ولكل فوج غصة. لا يمكن أن نتصور الألم والحرقة على ترك الوطن والأهل والانقطاع عن الجذور وترك الذكريات والأفراح والأقراح، لأن كل ذلك تعجز فيه أي لغة مهما كانت بلاغتها ومهما كانت كفاءة روادها، لأنه حديث النفس مع نفسها وبلغة المشاعر التي لا تحتاج إلى اللسان. إنها مناجاة لا تصل إليها يد الإنسان، لأنه حديث محرق ومدمر، علامته العين الشاردة والدمعة الساخنة والحسرة المتدفقة من الأعماق. تلك هي العلامات والشواهد التي اختطفها واختزنها الأحفاد وتشبعوا بها، فانتقل إليهم حب الوطن والتعلق به على مر الأجيال، ولا زالت ألسنتهم تلهج بحب الجزائر، ولا زالت تحن وتتشوق لرؤية الجزائر جيلا بعد جيل. إنه مد لا ينقطع، لأنهم اقتبسوا من الأجداد كل ما يربطهم بوطن لم يروه ولم يكن لهم من الحلم لولا ما رسمه الأجداد وبصمة بالإشارة فقط فوعوا الدرس. إن قصة الجزائريين المنفيين إلى أقاصي الأرض قصة من أروع القصص التي يمكن أن تذكي الروح الوطنية وتؤجج المشاعر النبيلة وتجمع ما تعمل أيدي آثمة على تفريقه وتشتيته، ولا تأخذ الأجيال المتعاقبة من هذا المعين الطيب لتراجع النفس وتنصرف إلى العمل الجاد لبناء وطن جليل جلال النفوس الطيبة المطمئنة التي سقطت أفواجا وأفواجا وخضبت دماؤها هذه الأرض الطيبة الطاهرة وسالت بسخاء ولم تبخل من أجل التحرر والانعتاق. إن الحصارات التي أطلقها المنفيون من ديار الغربة وشقائهم تشكل الدرس البليغ الذي لا بد أن نستخلصه وتستخلصه الأجيال المتعاقبة، وقد استخلصته بالفعل، وبقي على هذا الجيل من الأجيال الصاعدة أن تستخلصه وتشمر على السواعد وتنطلق في العمل الخلاق لتكون فعلا خير خلف لخير سلف، وأن تثبت أنها حقا وفية وفاء مطلقا لما قدمه السلف ولما تعذب من أجله. إن واجب الوفاء يقع علينا جميعا اليوم ويقع على الأجيال القادمة لكي لا تضيع جذوة الوطن وحب الوطن وتبقى الشعلة التي تنير طريقهم كما أنارت طريقنا. هذه سيد الرئيس هي اللوحة المتمثلة في النصب التذكاري الذي تدشنونه اليوم، فقد توخينا فيه البساطة مع العبرة البليغة والرسالة الأصيلة، فهو كما ترون يمثل النفي
في حشد من أبطالنا يساق إلى السفينة وصوت الجلاد يدفعه للركوب رغم أنفه، فعلى الجانب الأيمن يقف رجل يفهم من قامته أنه يحمل كل معالم الأصالة والشجاعة وربما الحزن، ولكن بدون أن يظهره، فهو يرفع يده يستشرف المستقبل ويسأله عما يخفيه، وفي نظرته الثاقبة تساؤل واضح، فمع أنه يبدي عدم اهتمامه بالجمع الذي يساق إلى المنفى ينظر إلى المستقبل لقناعة راسخة أن التضحية لابد منها ولا مفر، لكن النظرة موجهة لحامل العلم هذا الرجل في الجهة اليسرى، وهو من حيث الشكل أصغر منه، فأمنيته هي هل سيكبر هذا الرجل ويتمكن من إكمال رفع العلم وهو في الرسم منتكس، هل سيأتي يوم يكون فيه ذاك الرجل عملاقا ويتمكن من رفع العلم إلى الأعلى وليرفرف ويتموج بصورة كاملة كلما داعبته الرياح، وكأن الرسالة التي نلاحظها في حركة يده وفي نظرته سيسمعها الشاعر الجزائري محمد العيد الخليفة الذي كتب نشيد من جبالنا طلع سنة 1931 وقال فيه: يا ترى يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة، وهو الرجاء الذي رن في آذان محرري بيان أول نوفمبر عندما نص على إعادة بناء الدولة الجزائرية، لأن إعادة بناء الدولة الجزائرية ستزدهي فيه الحياة وفي الجزائر وستزدهر. هذه السيد الرئيس وأيها السادة هي رسالة الملكيين إلى أبناء الجزائر البررة، وهذه هي الرسالة التي يرمز إليها هذا النصب التذكاري: حفظ الله الجزائر وأخذ بأيدي أبنائها إلى صون كرامتها وتحقيق أعمال شهدائها الأبرار. وفي هذا اليوم الأغر الذي نحتفل فيه بالذكرى 59 لاستعادة السيادة الوطنية نبتهل لله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن يلهمنا لخدمة هذا الوطن العزيز بما يستحق، وكل عام وأنتم بخير والجزائر بخير، رحم الله شهداءنا الأبرار، تحيا الجزائر عزيزة المكرمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي لا دخلي تونجيم نوران السياد التغناوت يجدد السوين تقدو داماس عبد المجيد تبون وفاس الالتزامات دو دعم من ميدان إلى غرسن الغيرت في المبادئ نوفمبر، من يؤكد باللي الوعي أغناو الميدان نتزاير نتا دقنو مارون المصالح تزعلك للأمة أما ماشي لا دخلي جباصنا تسلوين تقدو دا القايد إعلان نغالي مسلحنا نغلاف ندفع أغناو فتفاس كان أشا سقاس نصدف نرتب الشيعات إلى ندرة ديال القصر الميداني والنجار يوم تفريط عمر بعلي. أتسيل الوفاء محراس دا العهد يمدن يتزايريين يلا يباين دي توخزار ستطاوين ترنيداس الوعي غنى ودا مقران إيوين غد نفعن الأمة التبراتين سوسلوين تقدودا دي تونجيم تنوبوين تمنونت إلا نشيع تسوقسو ديول انقصر الشعب سأيلو إلا يتشمر دي زمولن نوبدين الجيش أدمدن أسلوين تقدودا دا القايد إعلان القوة تمسلحين أنغلاف الدفاع أغناو يجبا فتفاسكا أنا شو سوقاس يووشان الرتب دعلق نشيعات بها توبي تفسكايو دي قتل عادة التزعيم تتمور تنغي عزيزن دل كبانيتنا العسكر من التالين الرتاب من نون الإطارات من الجيش أغناو دي قنو جميل في عافرن يوخدا من الجيش دتمورت أقود نتزاير تبت في مانس التوسر سني دو سيرمس سوتسي ليكن
من يتعود ديس أسلواي في الوفاء لالتزامات سعاون ويخصن طامورتس إلا نبدن في تسيلن النوفمبر وليلة ولاني جورد فرنو سلس نبريد اسمنا يولش غرس الموضوعية دن نزهت إن النلان والتحبسن فوسمون كزن وزالني عافيرا ندولة دل الكوبانيات السا دتي قد تزعلوك تديمي دن نتزاير يبدي دسات أن ولان ولي غيس الخير يتزاير إقوان سميدنس دل جيشس دي قد ونجيم تسوى زالس إلا ننجمان سيول سيس أدن شني نتفوخا أدورنا يا جنة تلات الجور تزاير غل أيولو يدي سويسو دم ميلاقن يعاون نميدنس الأخلاقات نتمدور تنديما دوس المد نتنفوتن المبادرة دوس رسين المواطنة الاعتزاز في الهوية دي وتسيل نجوري غلو بنان الكوبانية تقوانت مدن وحد نسن غرس النوالة مزوار يورانا المصداقية دا الشرعية الكوبانيات ندولت ديقة الخطوة سوازالس توسجا سيخيرا مدن وغنتني متل البرلمان أدواني لا يتوسو الجامسو أبدين الكوبانيات دسات أيولون التحديات نتدامسا النغل الاجتماعية ديقة نوبدي أن جمن فخر السيس دسات مدن الدنيت أدويني لزمن إلا قنب المبادئ السرسنتن مجاهدن دي محراس إلا نوشين تم الدور تنسن بهت الدر طامر تنخ ماشي لا ديهيل نسدرنا والمناسبه من الوقفات نتون جيم ديال العفران قرغ ديال العرفان ضرانت منو تفسكيوين دي منو تيميوا نتمرت النغدي والتقرير نحمو اوجان تدول تون جيم تسيق تنفوت تنيت دي قنودم دي جديد سارا من دي سي مكراز دي تفسكان سنتوني دي تمرت سنتوني سوا موت تسدر تون جيم تفايت سمس نتمروين تس للعيد نتمنون دي مكراز دي أيول انت ميوا دي أو انت مور تنبارشت سطر حمى بدم زوار فوسي حرر تامورت يشمر الإعلام غلي جنوان سو عزامنا القران دو سيلين الإعلام غناو تون جيمت دي مار نص شي دوبنا دي الولاية المديت توقنن تي دارس الغاز دي موشان نص عزم تو سمانس لي سمني محراس دا سو نجمني عافر نصن دي تملغيخ نتمان وديت غربيت بالشار أسي تفل الغاز غلت الدار دقون تدنتين ستريسيتي دادا عام نصهد دي الولاية نبجاياد ورجلان أصودف نتنيسات زمامات أيولون الصيا إيموشان ودال بدان أخدام سمناو نندهن نتدلس تدو الدال تسجان ساون المناسبة دي قسنطينا تيارت شلف دمستغانم دي الولاية نبومرداسي كت الدورة تغناو تنشورت نودار يسجت المجمع البترولين سوناتراك سوى نعار من نوني مكراس أستعرف سعافيرا نرجازن دو سنشين نتسيل نساني مقرانا يواسي يوشوي ما نسبهات تدر تزاير دي تمنون تدلمان أتنعم سلخيراتس دلغلاتس أما شيلان الألاف انطروا نتزايرين يتنو إلا انتهجرن قارغلن تدرن دي كالدونيا تجديد من وجار 160 نسوغسن دي المنفى نتينسو للجيل فيت سمس نتزايريين إلى تدرن دي كالدونيا تجديد لان شمرن ولونسن أخسى نتمرتن أتزايري قارحمو وجان ولا الحال بعد الآلاف من الكيلومترات في تمورت لان تحافظن في الدين نسن التدلستنسن أدلعويد نسن إن النو الطروان طروان نتزايريين إتوان فانغ الكالدونيا تجديد نلادي ما نتدر في الريحة نتمورت غرنغ لمقبرت نيد بابنغ نتجتيتي فوشان الصداقات نشين دايتماك نتجتيتي ديما فجورين العويد الصداقات دجراو يتسجان اون المقبرت إلا نتوابنا في الجال نيد بابن سن الجيل فايت سن غل فايدو قز نيت وانفان إلا نداس سيسن بالقاسم بوفناش بابا السعزيز عند عبد القادر إلا نيوين تغلدينات أدنتا أنسا دمراوني سقسا نشنين دي تزايريين ألي زوران قرنان غداني أعرابا بابا كعزيز يجو تيتيف العوايد توغن تسجان تسان الصداقات
أسقاس أدباباك دغنتا يسمى أي لطرواس لسماون نعرب أحمد الزهرة زينب يتوغي سوال استعراب دا وحدي لكي غتفكر أي لوي مقرانا يتوغن تاسند غيرس يوي والإيدس أو نطوفن عبد القادر يجي تأدي دول غلط مورتس من ناون تيتشال تم جالو تسا سقاسن 2011 إيدي من ناون طروان المنفيين سونيا توغسيسن ماني تزور أغر من بوطالب أغر من بابا عزيز بركات بن رابح بن عمر يطور حلن بالسيف قبل 120 سقاسن تحسيق سدواليك غل تاون جيم تغل باباك عزيز غلي زورانيك دياون تمورت يدوم لاقاك مع تواشولتيك يتغيبها سيوضغ أما سناو النجرة ونتواشولت تحسي غن بتالك غرق بغا تغرنغ دي أيلو ودماون سينو للطيارة غل تزايرت تشل تمزوارت يتغو للنغ الشات يوغزار نتمورت نيد بابنغ سيوضغ سرسغر نايك يجدي نتمورتيك إلا نتقد سخت هذا الوطن الذي أقدسه أنا وأبائي أدنى اثنين تقدسن أو نتمورت السرامن أتشمرن الجنسية ناو نتمورت أخصغى دمتغ أدنشين ودنغس الإعلام نتزاير أدنشين أي لودا فخر الاعتزاز لفخر واعتزاز مسا سلواي نشنين طروان نتزايريين نتوان فاغلدا لكن غن السلام الجنسية التزايريت بهن الجم انزور تامورة النغ دميدن النغ مسا سلواي لقد تزند حد غلدا غل كاليدونيا اما غرميدن النغ دا لان مهددين سلين قراد خاتين ساول تعرابت نخس ديما انعاد نقن اي تامورة النغ نريد دائما الارتباط بالوطن وني دا سير ميقن اسمي الدني عاشن داني طلاي إبراهيم صغر من الجن جنسي المجاهدين إلى أن يسب الإيمانس التحنو التس مباهدي دعم تقرأ ولا تنبرش أغنيالس تنفستس عمر بعلي ديون البورتري رزق البركة أجنى القبيل زق البركة تمس وضمصاب زق البركة إغزر مزاب يوليد صدحة دكوتر ماني تلا تنفستس يدوبو ينتمنون تد الاستقلال يبنا سومي ضد دون عار زعيم تكرولان التحرير سي إبراهيم طلاي طلاي إبراهيم بن موسى لولا داتي سجن عام 1929 سي نقطع الونات العنبة أوضع العنبة ديني خدمة ونات التجارة مع عم داود طلاي رحمه الله خدمة مع سام العام 59 يا سيدي مارو ونت محمد صالح زكري إن يغدا إبراهيم لك طفك تحنوت يقن القرية اسم سعين بربر سيدي كنت سيد سيدو قال أنا بريزنتي روحي واش تكون يا سيدي قال أنا مناضل اسمي بكر بوجمعة راه مرسلوا لي جماعة نغسن إن تسن أيارين تكرضا شي استعرف غير تكرضا التسنت كل ليلة كل ليلة تسنت أتشمر نسلك أدات في نونات روح يبدأ الحال يجور بدأ تجارة الجور العباس توقع سند ونات من كل شيء وأصلا تخصي ولاد حية يزدقني إني جيب زوان تكلك ميديكا ما نازوي فام فارين لاتر أفيك لطنبون دلارمي اشتنبور توس كيلفونا إيه في شيء دي ما راين تكرضيني أنتني تقعد غسيس بسمس ترفيس ونات ناويد الدواء وتمارو على كل شخلة داود بركة ويدبط سكت الجهات تشغسني الونات بتسقني المجاهدين سكت الجهات تاوي بدواء ويحفظ ميصاب لوح الجلال ويحفظ ميصاب لوح الجلال فيصبح ميصاب في اللوح حرفا تفغ زاير سولست دتشت من الاستعمار طرواس اشحد ماني ينعر تاقراولا اتي غرسان ادمي دنو من نستكير دا ادوهي لتمورت
أما مشي هنا سوين البرلمان عرب عادل بن رحمن العسومي سوين تقدو دماس هاد ما جيت تبون الحكومة دل البرلمان دميد دن الجزائر المناسبة العيد أنت منوت من يؤكد بلي الناس نتيلا غير سازال الساغناو إلا يستزعم تيدي وتاغناوت السلوغ الانتماء غلط مورت من ينصدر ديس أيولو التضحية تنم حراس إمبرشن الطروان ميدن نتزاير من يستور سيوش أمقران إلى أدي جي تي في الجزائر دلمانس دلاستقرار دورني نجوري غلسات دير قيادة طنبارش تنسلوي انتقدو دماس عبد المجيد تبون أو تنجيمت زيغ دي الولاية نوار جلند غنتهت السن أصدف 1890 التيديو تنلي عانات انتدار نجوج للزمامات نتمر العقار دي منه نتغيوانين الولاية قار أمين شقبقب سالمناسبة نسون جنف سني بسيون تفاسكان مكناس دتفاسكان تمنونت تسجل ولاية نورجلان أم لقى يتخص أصدفنا الإعانات انتي دارنا الريف دل طراف نتمورا الحمد لله اللي استدعونا اليوم باش ندوا العقود نتاعنا ورانا فرحانين بهم الحمد لله وحضرنا وزينا عقودنا وإن شاء الله عقوبة البني نشكر كل من سهر وساهم الإيصال الحقوق المستحقيها بتاع التجزئة الريفية والدعم تاع مبلغ 100 مليون سصدف الاطراف نتمورا اسني كني مدن اسوفن الرخصة نوبنا ماني سجان امسي جورن اقني عافيرا تما اتوابنا ديسن تدار نقوم بتوزيع اهانات خاصة بالسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية اكران صدف تدان الريف للاطراف نتمورا 1890 نتمورا ايولون تغيوانين السون صدف 1000 نتمورا نشاسن تعليمات إيمسي جورنا التعمير ذميدن بهاد وجدن زمامات أسنوش الرخص نبنى أمغر تيمورا لان توجدت الدقي من 3000 نتمورا إمارو أدبدان ديسن نخدم تهيئة منتهية 100% تبقى 3000 التجزئة هذه الأشغال سوف تنطلق في الأيام المقبلة أهلنا التجزئات العقارية تغيوان تنورقلا ديس 4000 نتمورا أتوصد فانتي ميدن إمارة دسن أما الشيء الذي خصه المناسبة إدرادي الولاية تنتقرت أو شانك تنوبة تم قرانت لعانات انتدار نجوج دي منا ونتغيوانين ناو الولاية قار محمد أبي اسماعي تستفاد الولاية تنتقرت سزمامات نستفادي ستدار صيغة نوع مرن الريف دي موشان دي يغلب نتغيوانين بعد سنين راني استفدت اليوم وراني فرحان بزاف 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 ونشكر الدولة الجزائرية والحمد لله عطونا الإعانة وعقوبة اللي مازال إن شاء الله يا ربي وربي يوفقنا ونشكر جميع اللي ساهموا وعاونونا إن شاء الله من إلى انتهتان مدنا وانت ما يظنين أيولون السياغ يتقيم تد والسنة داسن تم توزيع مقررات استفادة لحصص اجتماعية بلغت 1000 نشو سو يغلب نتفرين استفاديس أيولون السياغ دي سجار 1000 نمعيونات أيولون حريشن سيقودريم 100 مليار سنتيم الستماس يغلبني مرشاد لان توجد دي الولاية نتيغورد سأيلون الصياغة توشني مدنس والسانة الدسم أمام الشدرة دي سنة نتغيوانين انتميمون دولة سعيد أصدف نجار نميان تدار الصياغة العمومي الشرية مدخر نياسة كرم نجار 50 نمستفافدا سلعقود الإدماج نخدام إيوال نجار دي نتفريت أمين شقبق هذا المناسبة أريد أن أخذ التهاني إجنو شاشيد مقران الدران تبدن يستفاد نستدار تجديدين صيغتنا الإيجاري الاجتماعي لولاية تيميمون إذا صدفنا المقرراتنا الإدماج نخدم الفرحة تاع اليوم كنا وراني زدت اليوم من كرشم الله يرحمها فرحة ما تتعوش يعني هذه فرحة العمر وفرحة العقوبة وتقريبا راهي مده 10 سنين وانا دافع الدوسي والحمد لله على كل حال داك فرج علينا مولانا بعد استلامنا درت نصيب فرحه لا توصف يوسقم الاحوال مدن تدار تي سنت ايلون التاويلات الزمنت نقوم في ولايه تيميمون بتوزيع هذه السكنات الاجتماعيه دانيال ولايه تيميمون اكان نصدف تدار وجارنا ميان تدار تغيوان تيميمون دولة سعيد السهولة كان نصادف تقريب 50 تدار أنسارم غلوقتان وسقاسن 2021 أهيل أضياود غل 80% نهاية 2021 إليتو سجوم أيولوني مرشاد جديدا دورنين التاويلات الزمن تمدينتو
للولايه وتجديد. توكزمنا سنه 178 ان ميدن دايدرني ليل نتنس ديال ولايه نشلف ماني تغرسن الحاله ندوخت دوك حودا مقران امش لا دخ غرسن السخانه التمقرانت تو شمرن دام على تغلي مشنس فريقار حمو وجان إجت الحالة نمعالت سنة الدارت نوسسفر زيغود يوسف دي الولاية نشلف دفروا بانين من نون العراض في أيولون ميدان يقدعان غلو فرهة دي الشاط نتنس ومبات جاو لي ميتناجور من قوة العيا ومع الغاشيفان قعدوا حذانا ربعة لي ميتناجور شحال قعدوا حذانا بقينا مقشرين هكا وهما مقشرين طب حتى خزرت نسيبرو في ربعة طيحين نسيب روحي أنا نسيل نيفيسيل واد واد عينيا كيف قعدالو هكا أهم الأعراض اللي تكررت ضيق التنفس الحمى سعال حاد قيء إعياء إغماءات في بعض الحالات أزوى يغلب ميدن غلي استعجالات تبعتن إيقت ترباعتي وبديفة والحال تشتمت دور زام نيقن التحقيق يوسون سبتنا والحال تضران الخلية تعمل في جانب معين وهو الخلية تخدم دي جنوهي لبين دين دوسون نمشان نون ليغاز النغمان وشتيمن مشنين السيولاس النيابة العامة ماني يتورزم التحقيق إلا نادي أكد أن غادي نفاء أو الموضوع هذا الأمر دي سجم يوسون سبت يوين غلاون الحالة يعافيرن ديز علاك تسجنتني غالا يوتكفل في أيولوني موضان أما ماشي لانجين دي حركة وصنا دي جموين عين ميمون دي تغيوانت نطامزا الولاية نخش لها من نوي حركة العشرات الهكتارات نتدقين ماني السرابس نغاتي لانزديغ تعفر يطفى نو نتفاو التمخران تي لان تدرس سبت نسخانة دوادو أزعلوك دحريش تزمرت أطان أن كورونا دي تمرت نغط جردن 495 دل حالة التجديد 361 ديك الحالة نشفاء أما شلا يود أنضان الوفيات غل مراود دي 24 قارغ نسويع تيم جورا دي تمرت نغ أتزهر غليسا نوزغار دي جيدون كورونا دي تموران الدونيت تحدر تمجر راوت انت زمارت نتموران الدونيت مشروس نجورين المتحور دالتا دي يغلب نيموشان جار تموران الدونيت تامو سخصوص أجورين ومعالت نولاي نواندان نكزامن سلالة التحوران تجديد دالتا ما نادي يمكن أتسجيك تلموجد تجديد نون أطان أمو مش لدي خي السوتر السوين تمورت ماريكان جو بايدن في ميدن الماريكان بهاد لقحن إيمان سنسات نون فيروس من كورونا ماني ناد بلي الحرب تلازديغ تجور تساتس أمو مش لدخ ديك تحصيلة التجديد جرد البرازيل وجار 27 ألف داكزام دا جديد دي 24 نسوايع تيم جورا مش لدخ جرد تامورت أندونيسيا جرد دا زعلوك وفيات دي أس سيوبداس نجورين الفيروس دي إمار جرد ديس تامورت روسيا جنولاي دا زعلوك دي نسبة العدوى سيور جانفي إقدان عن قضايا سالة نوسو سل أوبيران زاير بعلام بالسايح إلى نجبا في اكتشان الكوريغرافيا دا قود نزمول الزاير دي الاحتفال ماني سشنا أزال نتساكلا تضرر وتنجنيتي غفسي قار ماسك أحمد فلريت نسيوض نقنا ويروان دسيوض انتيروت نطاقة تندماغ يقنان يتويروان يسوج أغرف والباليه ترمان تهوسيت الله عرض يعني كوريغرافي إشراف مدام ناموس بالي فولكلور بالي فولكلوريك دونك اللي يشمل كل مناطق البلاد وتكلم على افراح الجزائر اليوم رانا في عرض الجزائر تحتفل ان شاء الله بعيد الاستقلال اليوم جينا عندنا عرض فولكلوريك هذا العرض يمثل التراث الوطني الجزائري كاع ترام انتاغ يسوى جاغرف وان باليه دغ هندق وان بو على مسايح يستكتان غدهرد وير وان يولغن اليوم يعني ما كنتش نتسنى اللي كانت فغيما لي سواري نتمنى تزيد تتكرر هذه بولادنا نشوفهم هكذا نكونوا مهنيين كان العرض على جميع المناطق الجزائريه فيها رقص موسيقى وكانت غيما جمله لي 48 ولايات
أموك النهارة تنوير النطفن عند تكاسيت داقنا ويرون انت غاسي سودرين أقنا تنويرونين. ساون تسشانت إبهانا ناوض غلقاني سنوى السوق يمتدي لهنا عقبات غلتشتت الدسن تنمير.